اهلا بحضراتكم من جديد. نروح لزميلنا محمد الباز محلل قناه الاهلي، وهنستعرض مع حضراتكم ابرز ارقام لقاء اليوم، القمه بين الاهلي والزمالك اللي توج بيها النادي الاهلي بكاس مصر. الف مبروك يا باز، ومحضر لنا ايه النهارده؟ مبروك يا كابتن اسامه، مبروك للكباتن، مبروك لكل جمهور النادي الاهلي واداره النادي الاهلي. يعني النهارده الاهلي بينهي 2023 باثنين انجاز سوبر، طبعا برونزيه، اولا برونزيه كاس العالم للانديه ثم السوبر، وبيبدا 2024 ببطوله كاس مصر، بطوله زي ما حضرتك قلت بالظبط رقم 39 في تاريخ النادي الاهلي. بالمناسبه الاهلي لعب 6 او يعني فاز كده 39 مره بكاس مصر و16 مره وصيف، يعني اكتر فريق وصل لفاينل كاس مصر في تاريخ البطوله، يعني 55 مره. لعب امام الزمالك 21 مره في نهائي كاس مصر، فاز النهارده طبعا، بفوز النهارده يبقى 10 فوز للنادي الاهلي، 9 فوز للنادي الزمالك، وبينهم طبعا 5 اتعاد. ارقام احصائيات طبعا وارقام للتاريخ. حضرتك قلت 150 بطوله في تاريخ النادي الاهلي، يعني هو اكتر الفرق تتويجا سواء كان فريق عربي او افريقي بالبطولات. كان في فريق هناك اسمه ناسيونال رجواني كده كابتن، كان بيزيد شويه عن النادي الاهلي، ولكن الاهلي طبعا من اشهر الفرق طبعا، ويعتبر ب 150 بطوله هو من اهم واكثر الفرق تتويجا. يعني ده كده بشكل عام. احنا قبل المباراه قلنا ان النادي الزمالك عنده نقاط ضعف في التحولات زي ما حضراتكم وصفتوا بالظبط، وكابتن بلال والكباتن اتكلمتوا بالتفاصيل. فكان النهارده من الحاجات المهمه جدا ان احنا نلعب عليها. شفنا جوميز في اخر ثلاث مباريات، وقلنا بشكل واضح ان هو بفلسفته واضحه، بيروح للاستحواذ، وصل كمعدلات 69 ل 71% من الاستحواذ. تسديدات على المرمى شفناها بتزيد معاه في اخر ثلاث مباريات، بغض النظر طبعا عن قوه المنافس، ولكن بنتكلم على الفلسفه الواضحه، استحواذ، تسديدات على المرمى، العرضيات والكروسات بتزيد مع النادي الزمالك. النهارده بقى الاهلي قدر ان هو يلعب على نقطه الضعف 80 دقيقه، بتقول لنا ارقام مختلفه تماما. اخر 10 دقائق بتترجم ارقام تانية خالص للنادي الاهلي. كان في 2 قضيه النهارده، مش قضيه واحده بالمناسبه، اللي يعني حققوا انجاز كبير للنادي الاهلي وتتويج كبير النهارده يا كابتن اسامه. لو هنخش بقى النهارده في نكمل الجزء الفني بارقام المباراه، ونستعرض كده اهم الارقام ونقف عندها، ونشوف النادي الاهلي ظهر النهارده امام الزمالك بعد الفوز الكبير 2-0. الاهلي قدر ان هو يعني يحقق النهارده الغايه، فنيا رقميا في اثناء المباراه زي ما قلنا اول 80 دقيقه ما كانش الافضل، ولكن بعد كده بدات الصوره تظهر بشكل اوضح. 2-0 الاهلي. الاخطاء النهارده في 10 ضد الاهلي و13 ضد الزمالك. الركنيات النهارده ركنيه واحده للنادي الاهلي، وده حاجه يعني ما شفناهاش على مدار الفترات الاخيره او المباريات الاخيره كلها. 4 ركنيات للنادي الزمالك كلهم سلبيه، يعني ما فيش الخطوره الكبيره. تسلل 4 ضد الزمالك، 1 ضد النادي الاهلي. اهو ده بقى الاستحواذ اللي كنا بنتكلم عليه، كان كله للنادي الزمالك او معظمه 53%. طيب. خلينا مقابل بالارقام دي كباتن، ويشاركونا برضو مع باز. اذا النهارده النهايات تكسب ولا تلعب. صحيح، طلعت المقوله دي صح. ممكن اسيب لك الاستحواذ لكن تمركزي صح في النهايه، انا عايز اعرف اطلع بايه من المباراه. النادي الاهلي النهارده كان هدفه ان انا اشيل الكاس، فما كانتش مهمه كل الارقام دي. ما عشان كده بنتكلم النهارده اهم حاجه الهدفين، البطوله اكتب بقى للتاريخ. ولكن برضو احنا عايزين نقول الكاونتر اتاك، ما برضو ده حاجه النهارده اتلعبت عليها بشكل كويس. عايز اقول لحضرتك في اخر الدقيقه 64 كان في هجمه مرتده للنادي الاهلي ما كملتش بالشكل المظبوط. بعدها طبعا بعد التغييرات والانتعاشه اللي شفناها 84 بقى، والهدف كان برضو من ضغط عالي شرس، و قطع الكوره بعد كاونتر اتاك للنادي الاهلي. حتى الجون الاخير طبعا لجون قفشه اللي في الدقيقه 94 كان برضو بدايته على فكره، كانت برضو ضغط عالي، ضغط شرس وقطع الكوره كاونتر اتاك. النهارده التسديدات على المرمى متساويين، 11 تسديده مقابل 11 تسديده. حتى النادي الاهلي 3 اون تارجت على الثلاث خشبات، والنادي الزمالك 2 بس اون تارجت. طب الفرص لحظه هنا بس بقى عشان اقول لك حاجه مهمه. هنا الاهلي 3 والاستحواذ كان للزمالك 3 على الجون، وفي 2 الاستحواذ في مفهوم المفهوم التدريبي،
في استحواذ ايجابي وسلبي وسلبي. ممكن تفضل تنقل الكره، انا اللي بسيبك تنقلها، ما انا بديك مساحه وممكن ارجع انزل تحت شويه وانت تقعد تنقل 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 من غير خطوره. الاستحواذ الحقيقي انك تستحوذ وتفنش الهجمه، زي الهدف الثاني اللي احنا جبناه، قطعنا ثم استحوذنا ثم هدفنا. انت 3 هنا على 11 مظبوط، يعني انت افضل حتى من ناحيه الفرص. حتى من ناحيه الاكس جي الاهداف المتوقعه كان الاهلي افضل، لان الفرص والتهديد على المرمى كان لصالح الاهلي. اللي حضرتك قلت هو الاستحواذ، احنا عايزين نترجمه بفلسفه جوميز، معظم الباصات باصات بينيه بيقربوا الخطوط مع بعض، هو دي فلسفته. تكتل وزياده عدديه زي كابتن اسامه شرحنا قبل المباراه، في مكان واحد مكان حامل الكوره يبدا ان هو يباصي شوط باصات كتير. عشان كده هو بيحب يلعب اكتر لعيبه كوره في الملعب علشان يعرفوا يستحوذوا على الكوره فقط، ليس هدافين ولا بيبقى عندهم سرعات. مظبوط، هو بيحب اللي بيعرف يسلم ويستلم كويس. وده اللي ترجم التمريرات عندهم، حتى ان هم كان عندهم رقم كبير ولكن برضو الدقه بتاعته 79% ما كانش الشكل اللي هو فيه بيمثل خطوره، زي ما كنا بنتكلم على البروجريسيف باسنج والباصات اللي هي الفورورد باسس اللي بتهدد خطوره وبتكسر خطوط الدفاع ما شفناهاش بشكل كبير جدا. اما النادي الاهلي كان بيمتاز بيها النهارده باكثر من باصه، وشفناه مترجمه في الهدفين واكثر من خطوره. حتى التمريرات الطوليه اللونج بولز برضو ما كانش بشكل الافضل، التسديدات المراوغات طبعا كانت الدقة بتاعتها الأفضل للنادي الأهلي، شفنا دريبلينج وشفنا إمام النهاردة وأرقامه، وشفنا أكتر من لاعب حتى قفشة بعد نزوله كانت بيمتاز بها النادي الأهلي 79% الدقة من 14 دريبلينج، نادي الزمالك 44% دقة الدريبلينج 16 مرة اللي هم عملوهم. تصديات حارس المرمى 2 مقابل 1، يعني مصطفى شوبير ظهر بشكل رائع جدا. الاعتراضات وابعاد الكوره كان النادي الاهلي متميز فيها، ان هو فعلا عمل الاعتراضات وعمل حتى ابعاد الكوره النهارده بشكل كبير جدا، وقدر ان هو يحافظ على شباكه. افضل ارقام على فكره، هو افضل ارقام بالسكورنج كانت رايحه لقفشه ثم امام عاشور، يعني قفشه 8.3 ثم امام عاشور 8.1، ولكن الاثنين من اهم الارقام النهارده. امام عاشور 90 دقيقه هو المشاركه بتاعته اكتر، يعني قفشه 16 دقيقه بس 16 دقيقه كانوا ايجابيين جدا، اسيست وهدف وتمريره مفتاحيه، وكان عنده ارقام مهمه جدا صنعت الفارق يعني. اما امام 90 دقيقه تمريراته النهارده مش كتير على فكره، احنا الشورت باسس او التمريرات قلنا النادي الاهلي 200 وحاجه ما كانش الرقم الضخم حتى على لاعبته امام عاشور. الاهداف 1، اسيست 1، تمريرات مفتاحيه 2، وده ارقام هجوميه ايجابيه جدا. حتى من الناحيه الدفاعيه هو طبعا محاولات على المرمى كان واحده اون تارجت. من الناحيه بقى الدفاعيه امام النهارده من افضل الارقام على الناحيه الدفاعيه، تخيل ان هو في افتكاك الكره او التدخلات الثنائيه عمل 8 منهم 6 بشكل صحيح، واستخرج الكره او استعاد الكره بشكل كويس جدا. حتى في الالتحامات الهوائيه الاثنين اللي التحم فيهم 2 فاز بيهم، وده حاجه ممتازه جدا على الناحيه الدفاعيه اللي عملها امام. والمراوغات دريبلينج النهارده 2 عمل منهم واحده بشكل صحيح. بص بقى على ارقام قفشه 16 دقيقه، هنا بقى عدد المشاركات بالدقيقه النهارده اقل، بس الايجابيه بالاهداف بالاسيست هدف طبعا واسيست وتمريره مفتاحيه، حتى المحاولات على المرمى واحده منهم واحده صحيح. الاثنين افضل ارقام، امام طبعا عنده 90 دقيقه فكان الناحيه الدفاعيه باينه بشكل كبير جدا حتى الناحيه الهجوميه، فبالتالي هو اخذ رجل المباراه النهارده امام عاشور. بالمناسبه عايز اقول حاجه، احنا النهائي كاس مصر الاخير امام الزمالك كان في موسم 2021، امام احرز في الاهلي، فبالنسبه لتاريخ اللاعب لاعب للقطبين واحرز في المرمى الفرقتين، النهارده بيحرز في النادي الزمالك وبيحقق فوز كبير. امام يعني عامل شغل كبير جدا وماشي بشكل كويس جدا. مارسيل كولر بيقتنص بطولتين، يعني حضرتك قلت كابتن اسامه اربع فوز امام الزمالك، بس اربع فوز منهم بطولتين، سوبر مصري والسوبر، فيعني لا ده رقم برضو لوحده انجاز، ودي يعني البطوله السابعه كمان لمارسيل كولر مع النادي الاهلي. طبعا يعني سجل وفتح الكوس ولسه مكمل، ولكن بطولتين مهمين جدا. قبل الاهلي كان عنده كام يا اسامه؟ كان عنده كام؟ هعرف لك من فريق الاعداد دلوقتي. هعرف. شرفتنا ونورتنا يا باز. شكرا يا كابتن اسامه. مبروك. مبروك ودايما كل التوفيق للنادي الاهلي. ان شاء الله.